افهم الدنيا احبابي. من اكبر الحسرات اللي تتعس الدنيا هذا، اقسم بجلال الله ما تستاهل منك دمعه ولا تنهيده ولا بكاء ولا حسره، لانها كلها دار فناء. من اللي بقي اجدادك؟ هل جدي وجدك على قيد الحياه او والدهم؟ كلها رحلوا وسنرحل، واللي بعدنا سيرحلون. ولو بقيت اليهم ما وصلت الينا، عندنا يقين اننا نلقى الله. اللي عنده يقين انه بيلقى الله، والله ما يتحسف على هالدار. اللي يروح ما يشوف شر، واللي يجي الله يحييه.